وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. ما رأيكم لو سمى مسلم أولاده بأسماء أعدائه من اليهود مثلا؟ ما رأيكم لو أن إماما من الأئمة، عالما من العلماء، شيخا من الشيوخ، رزق بولد فسماه شارون، ثم رزق بثاني فسماه نتنياهو، ثم رزق بثالث فسماه رابين، ثم رزق بأنثى فسماها مثلا جولد مائير، ماذا تقولون عنه؟ أي عالم لو سمى أولاده بأسماء أعداء الأمة سنة وشيعة من اليهود نقول عنه إيه؟ نقول عنه مجنون، هذا غير عاقل أصلا. هل يسمي الإنسان العاقل أولاده بأسماء أعدائه؟ الجواب قطعا لا. إذا كان ذلك كذلك فإن الشيعة يزعمون أن جميع الصحابة من الكفار عدا 7 أو 6، ويصبون جام سخطهم على الخلفاء 3 أبي بكر وعمر وعثمان، ويزعمون أنهم اغتصبوا الخلافة من علي، وأن جميع الصحابة عدا 7 تآمروا على بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال هنا لكل عاقل من عقلاء الشيعة، إن كان الصديق والفاروق وعثمان من أعداء آل البيت لا سيما علي، فهل من المعقول أن يسمي علي أولاده وفلذة كبده بأسمائهم، فيسمي أحد أولاده بأبي بكر والثاني بعمر والثالث بعمر الصغير والرابع بعثمان؟ معقول يا شيخ؟ سيدنا علي كان عنده ولد اسمه أبو بكر، وولد اسمه عمر الأكبر، وولد اسمه عمر الأصغر، وولد اسمه عثمان. طبعا، وهذا ثابت من خلال كتب الشيعة. راجع كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة، الجزء الثاني، صفحة 66. سيدنا علي رضي الله عنه تزوج من عدة نساء بعد موت فاطمة رضي الله عنها. تزوج من أم البنين بنت حزام ابن دارم، فأنجب منها عثمان ابن علي، عثمانه، وعباس ابن علي، وعبد الله بن علي، وجعفر بن علي. وتزوج علي أيضا من ليلى بنت مسعود الدارمية، فأنجب منها أبا بكر ابن علي وعبيد الله ابن علي. وتزوج من أم حبيب بنت ربيعة، فأنجب منها عمر ابن علي ورقية بنت علي. هذا ثابت في كتب الشيعة. راجع كتاب كشف الغمة الشيعي في معرفة الأئمة، الجزء الثاني، صفحة 66. كيف يسمي علي أولاده بأسماء أعدائه؟ هل يفعل ذلك أحد من العقلاء؟ هو ما سماهم بأسماء الصديق والفاروق وعثمان إلا لأنه يحبهم، إلا لأنه كان يترضى عليهم، إلا لأنه بايعهم بقمة الرضا رضي الله عنهم أجمعين. ثم هل تعلمون أن أول هاشمي سمى ولده بأبي بكر هو علي؟ أول واحد في بني هاشم جميعا يسمي ولده بأبي بكر هو علي رضي الله عنه. فإن قال الشيعة إنه فعلها تقية
قلنا هذا عذر أقبح من ذنب، وفيه اتهام لأمير المؤمنين علي بالخوف والجبن والمداهنة، وحاشاه ثم حاشاه. ثم إن من أولاد علي رضي الله عنه من تسمى بأبي بكر وعمر وعثمان، وقد رزق بهم علي بعد موت أبي بكر وعمر وعثمان، فمن كان يداهن وقد سماهم وهو أمير المؤمنين. ثم تعالوا هنا يا عقلاء، ألا تعلمون أن الحسن بن علي رزق بولد فسماه بأبي بكر وآخر فسماه بعمر؟ ألا تعلمون أن الحسين بن علي عنده ولد اسمه أبو بكر وآخر اسمه عمر؟ ألا تعرفون أن أبو بكر أن علي ابن الحسين ابن علي هو الآخر عنده ولد اسمه أبو بكر وآخر اسمه عمر؟ ألا تعرفون أن زين العابدين عنده ولد اسمه أبو بكر والثاني عمر؟ ألا تعرفون أن الإمام موسى الكاظم والإمام علي الهادي عندهم بنات حملت اسم عائشة؟ هذا ثابت كله في كتب الشيعة، في كتاب الإرشاد للمفيد صفحة 194، كتاب منتهى الآمال الجزء الأول صفحة 240، كتاب عمدة الطالب صفحة 81، كتاب جلاء العيون للمجلسي صفحة 582، كتاب كشف الغمة الجزء الثاني صفحة 201، كتاب الإرشاد للمفيد الجزء الثاني صفحة 155، وغيرها كثير من مصادر الشيعة. أذكر بالسؤال، هل يسمي عاقل أولاده بأسماء أعدائه؟ الجواب لا. ها هم كل آل البيت سموا بأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة، أفلا يدل هذا على أن آل البيت كانوا يحبون الصحابة وكانوا يسمون أفلاذ أكبادهم بأسماء الصحابة؟ هذا سؤال يحتاج إلى رد من عاقل، هذا سؤال مجرد سؤال.